رجح انهم جاوا للبيت اللي كنت ساكن فيه وما لقاوكش. طبعا استاذ طبعا جاوا للبيت وما لقاوكش، ولذلك راحوا يسالوه هو يعني. طبعا. طيب انت الان راك في داخل اسبانيا، لكن هل تظن انك ستبقى في اسبانيا ولا ستغادر؟ طبعا لا استاذ، وش حدث مع الاخ محمد الاخ والصديق والزميل محمد عبد الله؟ طبعا اسبانيا الان اصبحت بلد غير امن للاجئين السياسيين الجزائريين الفارين من الطغمه العسكريه. مستحيل اني ابقى في اسبانيا.